الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف بي واختاره من العباد، أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده رسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فهذه عبارة عن مجموعة من الأسئلة قدمت إلينا، اخترنا الجواب عما يتعلق بمسائل النساء لعموم الحاجة إليها. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالسؤال، وموضوع سؤالنا عن حكم تفتيش المرأة لموبايل زوجها والأم تفتيش موبايل ابنها. والجواب على ذلك، يحرم على المرأة أن تفتش في موبايل زوجها، لأن هذا يعتبر من التجسس الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وعموما قد جاءت عدة أحاديث عامة في النهي عن التجسس، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه في بيته. وهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده جيد. وقد جاءت أحاديث أخرى بخصوص النهي والتحذير من تتبع عثرات الأهل أو تخونهم، منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، ومعنى الطروق معنى الإتيان ليلا. ووضح المراد من هذا رواية مسلم عن جابر أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، ومعنى يتخونهم يظن وقوعهم فيما يكره أو يبحث هل خانوه أو لا. فهذا الذي حذر منه الإسلام، وحذر من تتبع عثرات الأهل، فلأنه من التجسس، ولأنه ينتج ما لا يحمد عقباه. وقد جاء في حديث جابر بن عتيق رضي الله تعالى عنه تبين أن الغيرة نوعان: غيرة يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي الغيرة المستندة إلى وجود ريبة، وغيرة يكرهها الله سبحانه وتعالى، وهي الغيرة التي من غير مستند، هذه يبغضها الله ولا يحبها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد رضي الله تعالى عن الجميع. وأما بالنسبة للأم، فيجوز لها أن تفتش في موبايل ابنها، لأن لها غرضا في متابعته وفي تربيته. وخلاصة الجواب، يحرم على المرأة أن تفتش في موبايل زوجها من دون إذنه ولا ظن رضاه، ويجوز للأم لأن لها غرضا في تربيته ورعايته. والله أعلم.